والآن مشاهدينا نتابع أهم أنباء المال والأعمال. الجولة الاقتصادية ومرنا إيهاب، إليك مرنا. شكرا لكما يوسف وإيمان، والآن جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من شائعات في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن تمويل مشروع المدينة الترفيهية بالعاصمة الإدارية الجديدة من الموازنة العامة للدولة. وأوضح المركز الإعلامي نقلا عن شركة العاصمة الإدارية الجديدة أن مدينة الترفيهية بالعاصمة الإدارية هي مشروع خاص يتم تمويله كاستثمار لأحد المطورين العاملين بالعاصمة الإدارية، مؤكدا أن كافة مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة تتم خارج الموازنة العامة للدولة وتعتمد على إيرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضي للمستثمرين. ذكر المجلس التصديري للصناعات الطبية أنه يستهدف زيادة صادرات القطاع خلال العام المقبل بنسبة 30%، وأشار المجلس إلى أن صادرات القطاع استطاعت خلال العشرة شهور الأولى من عام 2022 تحقيق ارتفاع بنحو يقدر ب 46% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021. ولفت المجلس إلى أنه في إطار استراتيجية زيادة الصادرات للسوق الأفريقي، فقد تم البدء في إنشاء 6 مراكز لوجستية في عدد من دول أفريقيا من إجمالي 12 مركزا لوجستيا مستهدفا. أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي نمو حركة التجارة الخارجية السلعية لدول المجلس لعام 2021 لتبلغ نحو 11,046.5 مليار دولار، وذلك مقارنة ب 840.7 مليار دولار في عام 2020 بنسبة نمو تقدر ب 36.4%. وأضاف تقرير المركز الإحصائي أن نحو 3/4 حجم التجارة الخارجية السلعية لدول المجلس ساهمت بها الإمارات والسعودية، وبلغت الصادرات وطنية المنشأ لدول المجلس في عام 2021 564.4 مليار دولار بارتفاع يقدر ب 57.2% مقارنة بعام 2020. أغلق المؤشر السعودي على تراجع منهيا مكاسب استمرت 3 جلسات بضغط من هبوط أسعار النفط والأسهم العالمية. وهبط المؤشر السعودي بنسبة 0.4% مع تراجع سهم عملاق النفط أرامكو بنحو يقدر ب 0.6%. وفي سلطنة عمان هبط المؤشر الرئيسي بنسبة 1.3%، كما تراجع مؤشر بورصة الكويت بنسبة 1.1%، وكانت بورصة قطر والبحرين مغلقة بسبب عطلة رسمية. أكد نائب محافظ البنك المركزي الصيني ليو جو تشانغ أن حجم الحوافز النقدية للعام المقبل لن يكون أقل من العام الجاري، مضيفا أنه يمكن زيادته إذا لزم الأمر ما لم يتجاوز النمو الاقتصادي والتضخم التوقعات. وأضاف ليو أن البنك سيوسع الأدوات الهيكلية بما في ذلك إعادة البرامج التي تشجع إقراض البنوك للمشاريع المتعلقة بالابتكار التكنولوجي وخفض انبعاثات الكربون والاستخدام النظيف للفحم. انتهت جولتنا الاقتصادية، والعودة إليكم مرة أخرى يوسف وإيمان. شكرا لك ميرنا.